مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة حلقة مميزة عشان أولادنا وعشان المدارس. هنعمل مهارات جديدة وهنعمل معجنات بسيطة وجميلة تنفع حبايبي تاخدوها وهم رايحين معاهم في المدرسة في اللانش بوكس، وحاجات سريعة في البيت. مش هعمل الطرق الصعبة دلوقتي مع حضراتكم، لكن هيبقى في طرق تانية مختلفة، أنواع كتير منوعة عشان ما يزهقوش، وعشان حضراتكم كمان تاخدوا وصفات سهلة وتبقى مختلفة عن اللي انتم متعودين عليها. النهارده هنبدأ بوصفة بسيطة للباتيه. الباتيه هنعمله بأبسط الطرق، يا رب تنول إعجاب حضراتكم. ده الباتيه السهل، مش الايه، مش الطبقات اللي احنا متعودين عليه. هنعمل الطبقات في حلقة تانية، وهنعمله حلقة خاصة بس كرواسون باتيه المورق اللي احنا عارفينه واللي احنا عايزينه. دلوقتي وصفة الباتيه السهل ده هو نص كيلو من الدقيق، عليه معلقة ونص من السكر، معلقة ونص من اللبن الباودر، نص معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، رشة ملح، معلقتين كبار من الزيت، الزيتون أو الزيت النباتي زي ما حضراتكم تحبوا، كوباية مية دافية، وطبعا المية على حسب نوع الدقيق ممكن تزيد ممكن تقل، خلينا دايما نأمن نفسنا إن احنا نحط المية تدريجية. عندي زبدة للدهن الباتيه، عندي للوجه أو للوش من فوق، إما هاخد معلقة عسل أبيض أخفها بثلاث معالق مية، أو معلقة عسل أسود أخفها برضو بثلاث معالق مية، أو هاخد صفار بيضة عليه شوية لبن ونص معلقة من القهوة سريعة الذوبان، أو هاخد صفار بيضة عليه نص معلقة خل وسمسم. كل مرة بنوع فيه الخليط اللي بيبقى بندهنه على الوش علشان حضراتكم يبقى عندكم دايما أفكار كتيرة للفكرة إن أنا أحط حاجة ما تبقاش فيها زفارة بالنسبة للناس اللي بتتضايق من البيض. في ناس بتحبش تحط بيض خالص على المخبوزات، فهيبقى العسل الأسود بديل كويس ليهم جدا، هيدي لون حلو وفي نفس الوقت كمان مش هيبقى ليه ريحة الزفارة. الخل برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي برضو مش بيبقى فيه ريحة زفارة. خلينا كده ايه، أجيب الأول رشة ملح أخليها جنبي هناك عشان أحط على دي، مهم قوي برضو الملح ده أهو كده، وهاخد الخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، السكر، بسم الله. في خطوة ممكن تعملوها لو حضراتكم حابين، وهي يعني برضو خطوة كويسة للناس اللي تبقى عايزة تجرب الخميرة بتاعتها. هي فكرة ان انا اخد الخميرة مع السكر مع شوية من المية الدافية حوالي ربع كوباية او نص كوباية، ادوبهم مع بعض واغطيهم واسيبهم في جنب لحد ما تعلى الخميرة، لو انا شكة ان الخميرة دي ممكن تكون مش فعالة. خلاص، خلوا بالكم ان الخميرة الفورية بتكون يعني زي ما بيقولوا ايه، اخف شويه من الخميره البيره. يعني انا لو هستخدم خميره فرش مش هاخد معلقه كبيره، هاخد حاجه بسيطه كده قد البندقه على الكميه دي، يعني كيلو دقيق ياخد له حته صغيره قد مثلا العين الجمل، فبتشتغل اسرع واقوى. فخلوا بالكم لو بتستخدموا الخميره الايه اللي هي الخميره البيره الاصليه. نص معلقه من البيكنج باودر اهي، يعني معلقه صغيره. خلاص، معلقه ونص من اللبن البودره، ده اسفل بيكنج باودر اللي انا حطيته. خلاص، هنقلب بقى المكونات الجافه كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق ده دقيق متعدد الاستخدامات، بيبقى جميل، او دقيق مخبوزات زي ما حضراتكم تحبوا النوع المتوفر. اهم حاجه بقى عارفين حلوه قوي في المخبوزات والحاجات والفطاير والحاجات دي، ان احنا دايما ننخل الدقيق بتاعنا. مهم قوي النخل ده، عارفين النخل ده بيخلي كده الهواء يدخل فيه ويخليه جميل وهش، وانا بصراحه بقيت بعمل ده على طول طول الوقت، لان انتوا عارفين لما بنجيب دقيق اكياس او بتجيبوه شكاير او ايا كانت الطريقه اللي حضراتكم بتستخدموه بيها او سايب مثلا وبتشيلوه، بيقعد فتره كده، بيبقى محتاج برضو ايه ندخل جواه الهواء بشكل او باخر علشان نحس كده ان ايه الموضوع جميل. بسم الله، هاخد كده وخلينا ننزل الايه بالمعلقه هنا، يعني نخليه كده يبقى ايه منخول شويه، حلوين كده. النخل ده بيخلي الهواء يدخل كده ويخلي الدقيق هش، حتى في الكيكس بيبقى جميل قوي قوي قوي، بنعنشه كده. السكر هو اللي هيتبقى هحطه في الاخر ما تقلقوش، بس انا بنخل الدقيق نفسه، لان انا طبعا كنت ضفت، المفروض كنت انخله قبل ما احط الايه الاضافات اللي هي اللبن البودره، بس اللبن هيتنخل عادي معاه، بيكنج باودر هيتنخل عادي معاه، الملح كمان، هيتبقى لي السكر بس لان هو حبيباته ايه شويه
مش ناعم يعني مش سكر بودر. بصوا الدي ده كمان فيه نسبة حلوة من الكربوهيدرات بتساعد في خفض مستوى السكر في الدم، وفيتامين هي اللي فيه بيعالج حب الشباب، يخلص البشرة الدهنية من الدهون الزيادة، بيدي إحساس بالشبع طبعا لفترة طويلة. هشيل بس دي الشوائب اللي كانت في السكر نفسه، بس هضيف السكر بقى، ودي من السكر برضو هنشيل كده. شوفوا خليناه هش ازاي، بصوا بقى في البولة تحسوه كده ايه، بقى هش كده، اتنفخ كده، كميته زادت، كان الأول تحسوه كده ايه مكبوس. دي حاجة حلوة برضو بالنسبة للمعجنات ونسبة للايه للحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها. تعالوا بقى نضيف الخليط الحلو ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط في البولة بتاعتي هنا، وبعدين هقلب كده، هحط بس معلقتين الثلاثة الزيت الحلوين دول، بسم الله هنا اهو. وتعالوا نقفل بقى كده، وهنضيف المية. انا مجهزة مية دافية فترة، يعني شوية سخنة على شوية مية عادية علشان تساعد معايا في التخمير على طول، بتبقى جميلة جدا. تعالوا بقى اخد كده الايه الجار بتاعي، بسم الله اهو، ميه فتره، يعني احط صباعي اعد لحد 10، انا ايديا مش مأذيه، الميه مش سخنه اهو، كده عديت لحد 20. هناخد شويه صغيرين، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونقلب. اهم حاجه الميه دايما في المعجنات تدريجيه، بسم الله. مش هيهرب، بصوا كده بسم الله، بصوا لسه شويه، انا ببدأ اضيف الميه شويه شويه لحد ما تلاقوا الحله نفسها بدات ايه تنضف، وهو بياخد له بتاع 10 دقائق كده. الخفق مهم جدا، اول عجن بالايد برده، بسم الله تمام قوي. بصوا الجمال، كل ده انا مش حاطه الزبده هنا، الزبده هحطها بين الطبقات. انا هوريكم برده تحايل كده، هنعمله بطبقتين، وهوريكم لو احنا عايزين نعمله باكتر من طبقه ينفع برضه، بس بقى الطبقات التانية بتبقى من 6 ل7 طبقات، بنعمل كور صغيرة ونفرد كل كرة لوحدها. تعالوا نبص على الملمس كده، بسم الله حلو قوي، بس برضه محتاج شوية، المفروض فيها تلزيقة خفيفة عشان تطلع هشة. بصوا الجمال، لسه بدأ تلزق كده من حواليها، لا لازم اسيبها لما تبقى ناصعه ترجع للستانلس يلمع تاني، بسم الله 10 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم، اخر حاجه، ويلا نشيل ده بقى، نبدأ نجهز البوله، احط فيها نقطه زيت، نلبس بقى الجلافز، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى رجعت اللي تلمع ازاي، هو ده بقى اللي انا قصدي عليه، مبقاش فيها اي ايه يعني العجينه مش ملزقه كده في الحله،
تعالوا بقى نشيل. بصوا 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 شايفين شايفين بقت فيها مطة حلوة ازاي؟ هي دي. تعالوا هعملها مع حضراتكم دلوقتي، بس خليني ايه اوسع هنا. بسم الله، اخلي الزبدة جنبي، نشيل دي خلي هنا ونبدأ. لا ايوه بسم الله، احلى حاجة البتاع اللي بيمسك تحت في الرخامة ده. بسم الله بشيل اثقال. على فكرة يا اسطورة انا بشيل اثقال زيك، تبقى عارف مش انت لوحدك ما بيشيلش اثقال. اسطورة بيعمل كده عشان هاي بروتين بس، صح؟ ربنا يحفظه يا رب، يحفظكم جميعا. ما احنا بقى مش يعني نسمي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هناخد نقطة زيت. بصوا بقى انا طبعا المفروض اسيبها تخمر شوية وبعدين اعملها كور. شايفين؟ بصوا الاول خليني بس اعمل هنا كده كده. بصوا العجينة حلوة وتعجنت حلو، انا بس عايزة ايه، معلش هعملها كور وهسيبها تخمر كور كده. خلاص نعمل البتيهية ايه، نشكلها كده وهنغطيها كده. طبعا المفروض اسيبها ساعة تخمر في مكان دافي، عايزين تدفوا الفرن شوية وبعدين تحطوا لو الدنيا سقعت. الجو لو حر تبقى في حرارة المطبخ مفيش مشكلة. هنعمل كده بعد الساعة بناخدها نكورها زي ما حضراتكم شايفين، باخدها كورها كده وهسيبها ترتاح تاني شوية وبعدين هشكلها. وبعد ما هشكلها هسيبها على الصاج واغطيها شوية ربع ساعة قبل ما ادخلها الفرن تنفخ تاني او نص ساعة. كل ما اديها فرصة في التخمير كل ما تصبح هشة وجميلة مع حضراتكم. خلاص كده على الوش بس شوية زيت وادي الكرة بتاعتها اللي بعدها. حلو الكلام، زيت عليهم كلهم عشان العجينة ما تنشفش. ده تعالوا بقى نقفل ده وإيه، آخد بقى ما شاء الله كده إيه بفضل الله ممكن كيس أو ورقة زبدة. خلينا ناخد الكيس أحسن اهو، هناخد كده كيس تلاجة هغطيه شوية. شوية عقبال ما نعمل حاجة كده مع بعض سريعة. احنا هنعمل نوع تاني من المعجنات، المعجنات دي هي البيتزا. عشان اعمل صوص بيتزا حلو هنتكلم عن يعني بدائل، لكن الاساس في صوص البيتزا ايه اللي يدينا طعم حلو زي ما بيعملوه في كتير من محلات البيتزا؟ تعالوا نتكلم عنه. قبل ما نبدا فيه هنطلع بريك واستراحه بسيطه ونرجع نستكمل مع بعض. هنعمل صوص البيتزا الحقيقي اللي بالطماطم من الالف للياء ونشوف بنعمله ازاي. بعد الاستراحه هنبدا فيها في انتظار حضراتكم.